ونحن إذ نحتفي بهذه الذكرى الغالية فإننا نستحضر تلك الملاحم البطولية التي خاض غمارها أبناء الشعب الجزائري على الصعيدين السياسي والعسكري، وتخليدنا ليوم 19 سبتمبر 58 بكل إجلال، ليس لكونه يوما مضى وإنما باعتباره تاريخا نستلهم منه قيم الصمود والإباء، ونصنع منه مجدا يليق بماضي هذه الأمة وتضحياتها، ونستشرف من خلاله الآفاق المستقبلية في كنف الجزائر الجديدة.